بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في سلسلة تعليم مادة الرسم الميكانيكي والتجميعي باستخدام برنامج السوليد وورك لطلبة الفرقة الأولى بقسم الهندسة الميكانيكية. إن شاء الله النهاردة هنبدأ ناخد في التمرين رقم 3 حاجة اسمها البولي براكت. الشكل موضح قدامك مجموعة من الأجزاء. الجزء الأولاني هو عبارة عن البراكت. البراكت ده مديك هنا المسقط الرأسي والمسقط الأفقي والأبعاد كلها موضحة قدامك. لو احنا بصينا على الأبعاد بتاعت البراكت عبارة عن إيه؟ يعني إن الطول ده كله عبارة عن 86 والارتفاع ده عبارة عن 75 والسمك ده 25 والجزء ده كله أو العرض ده كله عبارة عن 70. السمك هنا عبارة عن 16 والسمك التاني عبارة عن 17 وشايف خطين داش وفي شكل زي العصب قدامي. لو انا بصيت على المسقط الافقي بقت الدنيا واضحه اكتر قدامي للبراكت. ظهر عندي ان الخطين داش دولت عباره عن 2 ثقب والمسافه ما بينهم 70 والثقب نفسه قيمته 20 والعصب عندي السمك بتاعه عباره عن 10 مللي وعندي ثقب في الجزء اللي فوق هنا قطر 16 وعند نص دايره او الار بتاعتها ب 35. ده الجزء الاولاني بتاع البراكت. الجزء الثاني عباره عن الشفط وموضح عندك الابعاد بتاعته، عندك ان القطر الخارجي بتاعه او الجزء بتاع الراس بتاعته عباره عن 70 والارتفاع بتاعه عباره عن 112 ناقص ال 50 ناقص 44. وعندي الارتفاع ده كله عبارة عن 44 بعرض 35 فاي والعرض ده عبارة عن 16 بالطول 50. وقال لك انت عندك في الطول 25 ده عامل ألغوص بام 16. الجزء رقم 3 اللي هو عبارة عن البولي او الطارة. القطر الخارجي بتاعها عبارة عن 104 والقطر الداخلي عبارة عن 50 والسمك بتاع الطارة 8 من الجزء ده و8 من الجزء ده والطول كله عبارة عن 36. والجزء رقم 4 اللي هو عبارة عن السليف أو الجلبة عبارة عن القطر بتاعها عبارة عن 68 والسمك بتاعها 8، الارتفاع بتاعه كله عبارة عن 44 والجلبة القطر بتاعها عبارة عن 50 والقطر الداخلي عبارة عن 35. عندك الجزء رقم 5 والجزء رقم 6 عبارة عن الصامولة، والصامولة القطر بتاعها 24 بالقطر الداخلي بتاع الام الالغوص بتاع الام 16 والعرض بتاع الصامولة عبارة عن 16 مللي. وعندك الوردة القطر الخارجي بتاعها 45 والسمك بتاعها 6 والقطر بتاعها عبارة عن او القطر الثقب اللي مفتوح جواها عبارة عن 17 مللي. عاوزين نبدأ نرسم الكلام ده على برنامج للسوليد ونبدأ نعمل شكل التجميع اللي قدامنا. من الشكل اللي قدامنا في الرسمة والرسومات اللي فاتت اللي احنا اتدربنا على مجموعة من الرسومات او من اول التوتوريال رقم واحد لغاية او من السكشن رقم واحد لغاية السكشن رقم خمسة، نقدر نرسم الحاجات اللي زي البولي والجلبه والمسمار او الشفط اللي قدامك والصاموله والورد. وعرفنا الكلام ده نقدر نرسمه بكذا طريقه. عندك اسهل طريقه لما يكون عندك شكل اسطواني نقدر نرسمه عن طريق الريفولف او تعمل دوران حوالين المحور، او ممكن ترسمه بالطريقه البدائيه اللي تبدا ترسم القطر وتبدا تبني اكسترود فوق ما بين كل جزء فوق التاني. هيظهر عندنا هنا شكل تاني جديد ويبدأ معاك يقول لك انت ازاي تبدأ ترسم الشكل اللي قدامك. تقدر في شكل الرسمة اللي قدامك دي تقدر ترسمها ازاي او نبدأ نفكر فيها؟ والله انا ممكن ارسم الحرف L اللي قدامي ده وابدأ اعمل له اكسترود بالعرض اللي تحت زي ما هو واضح شكل المنظور اللي قدامنا. اعمل حرف ال ال ده وابدا اعمل اكسترود لتحت وبعد كده اعمل التقبين وبعد كده ابدا ارسم العصب واعمل الفيلت الجزء اللي هنا والجزء اللي هنا.
بعد كده ابدا اعمل الجزء الثاني ده، وابدا اعمل السمك بتاع اللي هو عباره عن ال 25، واعمل الثقب اللي جواه. دي طريقه. نبدا نخش على البرنامج ونبدا ننفذ الجزء رقم واحد اللي هو عباره عن البركه. زي ما احنا اتعودنا، اول حاجه بنبدا نحدد المستوى اللي هنبدا نشتغل عليه، فاحنا هنستخدم المستوى بتاع الفرونت بلان. واول حاجه نبدا نرسم شكل الحرف ال اللي احنا قلنا عليه من الامر بتاع اللاين. هنبدا نرسم حرف ال بدون اي ابعاد، نرسم شكل تقريبي للشكل النهائي، وبعد كده هنبدا نحط الابعاد تاني. كان عندنا هنا الطول ده عباره عن 68 86، وكان عندنا الارتفاع ده كله عبارة عن 75، والسمك اللي عندي الأولاني ده كان عبارة عن 16، والسمك التاني تقريبا كان عبارة عن 17. يبقى احنا عملنا 86 وعملنا الارتفاع اللي هو عباره عن 75، وعملنا السمك بتاع 16 والسمك بتاع 17. نبدا نعمل الار اللي هي 8، ونبدا نعمل اكسترود بمسافه اللي هي 70 زائد نص القطر ده زائد نص القطر ده، او الار 25 زائد الار 25، يعني العرض كله عباره عن ال 120. يبقى نبدا نعمل الار 8 باستخدام الامر بتاع الفيلت. زي ما احنا اتعودنا نكتب الرقم 8 او على حسب البعد اللي مديهولك، ونروح عند النقطه ده او على النود دي، ونبدا نضغط هنا يبدا يعمل لك الفيلت، او ممكن تخبط على الخط ده والخط التاني ويبدا يرسم لك الفيلت بتاعك. ده اول حاجه، وتبدا تعمل علامه صح. يبقى انت خلصت الجزء الاولاني. هنا عندك فولي ديفاين، يعني كل حاجه بقت متوضحه عندك بالابعاد. كان ناقص ان انت تبدا تخرج من القائمه بتاعت السكتش وتروح لفيتشرز، وتبدا تعمل اكسترودد بالمسافه بتاعتها اللي هي عباره عن ال 120. ده الجزء الاولاني. بكده انت خلصت الجزء الاولاني للرسمه اللي عندنا. طيب الحاجه اللي بعد كده كان عندك ايه؟ كان عندك ثقبين في المستوى ده. يبقى انت تضغط كليك يمين ونعمل سكتش، وبعدين نعمل نورمال 2 اللي انا عاوز ارسم على السكتش اللي قدامي. وهبدأ أرسم دايرة. وهعمل دايرة تانية في نفس المستوى بتاعها. وكانت المسافة ما بين الدايرة الأولانية والدايرة التانية كانت عبارة عن 70. في المسافة ما بين الخط ده لحد المركز بتاع الدايرة كان عبارة عن 25، ومن الخط ده للخط ده كانت مسافة عبارة عن كام؟ 25. نقدر نقول إن الدايرة دي، ونعمل كنترول على الدايرة التانية، ونقول إن الاتنين عبارة عن إيكوال، أو الدايرتين نفس الأبعاد. الدايرة الأولاني كان عندنا الدايرة كانت عبارة عن تقريبا 20. نرجع للرسمة ونتأكد من البعد بتاعها، كانت عبارة عن ال20.
وبعدين نبدأ نضغط على الدايرة دي ونعمل كنترول على الدايرة التانية، وبدل ما نكتب البعد مرة تانية نقدر نعمل علاقة ما بين الاتنين ونبدأ نعمل ايكوال ما بين الدايرتين. بعد كده نبدأ من القائمة بتاعة الفيتشر ونختار اكسترود كات ونعمل تفريغ للتوبين ده. نبدأ نعدل الرسمة اللي قدامنا ونعمل تفريغ للتوبين دولت ونبدأ نعمل علامة صح. ادي الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه. ناقص ايه؟ عندي هنا كان فيلت بقيمة 75 ب 25 وهي الناحية التانية. عندي هنا من القائمة بتاعة فيتشرز عندي قيمة الامر بتاع فيلت، نبدأ نضغط عليه ويبدا يقول لك اختار لي الايتم اللي هيبدا يعمل لها الفيلت او اختار لي السطح اللي انت عايز تعمله او الايدج. فانا هختار له الايدج ده وهختار له الايدج الثانيه واقول له ان الاثنين دولت قيمتهم 25 مللي. ابدا اعمل علامه صح يبدا يعمل لي شكل بتاع الفيلت اللي قدامي. ده كده الجزء الاولاني اللي احنا اشتغلنا عليه. طيب الجزء الثاني كان فين بقى؟ لو انا رجعت للرسمه بتاعتي كان عندنا الشكل ده، الجزء ده احنا رسمنا الجزء ده، ناقص لنا هنا العصب وناقص لنا الجزء اللي فوق ده. طب عشان ابدا ارسم الجزء ده هبدا ارسمه ازاي؟ اقدر احدد على المستوى ده وارسم عليه شكل الدايره ودايره تانيه وابدا اوصل خطوط مماسات وابدا اعمل اكسترود بمسافه 25. يبقى أول حاجة هختار السطح ده، هبدأ أعمل عليه سكتش وهبدأ أعمل نورمال 2 وهبدأ أختار أمر بتاع الدايرة وفي المنتصف. لو أنا جيت كده على الخط هتلاقي عندي في النقطة اللي هي الصفراء أو النقطة البرتقاني، يبقى ده النص بتاع الرسم الخط بتاعك. تبدأ تحرك مسافة معينة وتعمل دايرة وتعمل من نفس المركز دايرة تانية. المسافة الأولانية من الخط ده للدايره او المركز بتاع الدايره كان عباره عن كام؟ عباره عن ال 35 لان الطول كله كان عباره عن 70. والقطر الدايره الخارجي كان عباره عن 35 ار 35 يعني 70. والقطر الداخلي كان عباره عن تقريبا كان عباره عن 16. كان عبارة عن ار 16 فاي 16. وهنبدأ نوصل الخطين دولت. هبدأ اخد امر لاين ومن عند النقطة دي لحد الدايرة ابدأ اوصل واعمل امر لاين تاني واخد امر لاين هنا كمان لنقفل الشكل بتاعي. وبعد كده ابدا اقول له والله ان الخط ده مع الدايره دي اعمل كنترول ان الاثنين دول عباره عن تانجنت او عباره عن مماسات. والخط ده مع القطر بتاع الدايره ده عباره عن مماس. وابدا اضغط علامه صح. وبعد كده ابدا اشيل بالامر بتاع تريم، ابدا اشيل الزيادات زي بقيه الجزء بتاع الدايره اللي قدامي. بكده انا رسمت الشكل اللي قدامي ده. كل اللي انا محتاجه بقى اعمل ايه؟ لو انا وضحت كده الشكل اللي قدامي ادي رسمت على السكتش اللي قدامي ده، كل اللي انا محتاجه اعمل ايه؟ اخرج من الامر اللي قدامنا ده
واروح للقائمه بتاعه فيتشر واعمل امر بتاع اكسترود، واعمل اكسترود بمسافه 25 بس اعكس الاتجاه بتاع الدايركشن لتحت وابدا اعمل علامه صح. كده احنا عملنا الشكل بتاعنا. كل الناقص بقى اعمل ايه؟ ابدا ارسم العصب اللي قدامي. العصب عشان ارسمه في امر اسمه ريب. عشان تبدا ترسم العصب بتاعك لازم اول حاجه تحدد له المستوى اللي انت هترسم عليه. فانت عندك ان المستوى اللي هو في النص ده هتبدا تعمل مستوى جديد، اختار من الريفرنس جيومتري وابدا اختار السطح ده، انا عاوز مستوى على السطح ده. لو انا خبطت في السطح الثاني ده او لمست هنا وخبطت هنا وخبطت هنا هيحط لي المستوى بتاعي في المنتصف بدل ما تديله البعد بتاعها. بعد كده تبدا تعمل كليك يمين وتعمل سكتش على المستوى اللي انت هتشتغل عليه وتعمل نورمال تو. بعد كده تختار الامر بتاع اللاين وهتبدا تقول له والله انا عندي العصب ماسك من النقطه دي لحد النقطه دي، وتخرج من الامر وتروح للامر بتاع الرب وتبدا تشوف العصب بتاعك ادي السهم بتاعك بيكون في الاتجاه ده وتبدا تعمل علامه صح. ادي كده شكل العصب اللي قدامك وبينه لك بطريقه بسيطه جدا. كل اللي محتاجه في رسم العصب اللي انت تبدا تعمل المستوى عن طريق الريفرنس جيومتري وتبدا ترسم الخط وتبدا تديله السمك بتاعه. السمك بتاعه بتديهوله عن طريق اللي هو القيمه اللي عندك هنا، هنا السمك بتاعك كان عباره عن 10، ما كانش فيه اي تغيير. بكده انت خلصت الجزء الاولاني او البارت رقم 1. هتبدا تديله لون معين لو انت شغال في الرسم التجميعي عشان توضح الاجزاء المختلفه، وعلى حسب بقى طبعا انت شغال. وبعد كده تبدأ تسيف الجزء الأولاني وتبدأ ترسم بارت جديد. نبدأ نخش على الجزء رقم 2 اللي هو بتاع الشفط ونبدأ نرسم الكلام ده. أنت عندك طريقتين، تبدأ ترسم النص الكلام ده وتعمل له ريفول، أو تقدر ترسم تبني الجسم اللي هو ترسم دايرة وتعمل له السمك وتبدأ تبنيه جزء جزء. فأنت عندك ترسم ده أو ترسم ده، حاجة ترجع لك على حسب ما انت متعود ترسم ازاي. أول حاجة نحدد المستوى اللي هنشتغل عليه. هبدأ أعمل سنتر لاين. وهبدأ أرسم خطوط تقريبية للشكل بتاعي. كان الشكل بتاعي عبارة عن سمك وبعدين بينزل، بعدين بينزل تاني، وبعدين يبدأ ينزل لحد ما يقفل في الشكل النهائي. هبدأ أديله الأبعاد بتاعته. كان عندي البعد الكبير ده كان عبارة عن 70، يبقى 70 على الاثنين، واللي بعديه 35. يبقى انت أول حاجة تبدأ السبعين بالسمك بتاعها اللي هو عبارة عن 112 ناقص 44 ناقص 50 اللي هي عبارة عن 18. يبقى انت عندك 35 و 18، ده أول حاجة تبدأ تعملها. في عندك السمك ده كان عبارة عن 35 على الاتنين بارتفاع 44 وكان عندي من الخط ده للخط ده كان عبارة عن
16 على الاثنين بارتفاع 50. بعد كده هبدأ أعمل له أمر بتاع الريفولف. أنا كده خلصت الشكل بتاعي، هبدأ أعمل ريفولف. وأبدأ أعمل علامة صح. يبقى أنا كده خلصت الشكل بتاع الشفط اللي عندي. كان عندي هنا بس في شنفر هنا قيمته 3 في زاوية 45. لو أنا رحت على الأمر بتاع الفيلت وعملت شنفر واخترت الايدج بتاعتي اللي هي هنا دي، اللي هي الايدج اللي قدامك دي، واديت له هنا اللي انت عاوز ان يكون البعد بتاعها 3 على زاوية 45، يبدأ يعمل لك الكسرة بتاعت السوكة بتاعت الشكل اللي قدامك. وعندك الجزء اللي تحت ده كان عبارة عن ألاووز قيمته M16 بارتفاع ال 25، وتقدر تعمله عن طريق الامر بتاع ثريد او عن طريق الامر بتاع الالوز. نبدا نسيب في الجزء ده وبعد كده نخش في بارت جديد. بكده احنا رسمنا الجزء رقم 1 والجزء رقم 2. نبدا نخش على الجزء رقم 3 البولي الجلبه، والاثنين دول تقدر ترسمهم عن طريق الشكل بتاع المسمار اللي قدامك او شكل الشفط اللي قدامك. وبالنسبه للصاموله والورده احنا كنا رسمناهم قبل كده في تمارين قبل كده السابقه، تقدر ترجع لها وتتفرج ازاي عملنا التفاصيل بتاعتها. احنا رسمنا الجزء بتاع الجلبه والطاره ورسمنا الجزئين بتوع البراكت والشفط، وهنبدأ نخش على الشغل بتاع الرسم التجميعي بتاعنا. أول حاجة هتبدأ تفتح من القائمة بتاعت نيو، هنختار بقى المرة دي اسمبلي، وهنبدأ نخش على التجميع بتاع الرسمة اللي قدامنا. اول حاجه هنبدا نضغط على براوز ونبدا نختار الكومبوننت اللي احنا اشتغلنا عليه. فاول حاجه هنبدا نطلع عليها هو عباره عن البراكت. هنبدا نحط البراكت قدامنا هنا، ده اول جزء هتبدا تطلعه. وهنبدا نرجع للرسمه بتاعت التجميع بتاعتنا ونشوف شكل التجميع بتاعتنا عباره عن. اول حاجه انت هتبدا تجيب البراكت وتجيب بعد كده الطاره، والطاره هتبدا تحط جواها الجلبه، لان انت عندك القطر بتاع ال 50 هيبدا يخش في القطر ال 50 اللي قدامك ده، والجلبه هتوصلها لغايه السطح ده. وبعد كده هتبدا تسقط الشفط قدامك في الجزء بتاع ال 35 يبدا يدخل داخل الجلبه، وبعد كده تبدا تربط بالورده وتربط بالصاموله من الجزء اللي تحت بتاع الشفط اللي عندك اللي هو معمول الاوز عن طريق الثقب بتاع ال 16. هنبدأ نعمل insert component ونبدأ نعمل نختار نطلع ادي الشفط، وبعد كده هنبدأ نطلع
البولي وهنبدأ نطلع الجلبة ونطلع الصامولة. بكده احنا طلعنا الاجزاء بتاعتنا، يبقى انت عندك الطاره والجلبه وعندك الشافت وعندك ايه الصاموله. اول حاجه هنبدا نحط او نبدا نعمل علاقات ما بين بقى مين، عندنا الطاره والجلبه. انا عارف ان الجلبه دي هتبدا تخش في القطر اللي هو عباره عن الـ50، فانا هبدا اعمل ميت واقول له انا عندي القطر بتاع الاسطوانه ده ماشي مع الاسطوانه ده، الاثنين دول يكون على نفس المستوى بتاعهم، وهبدا اقول له ان عندي السطح ده الجلبه هتبدا توصل لغايه السطح ده، فانا عندي السطح ده مع السطح ده عملت لهم ميت مع بعض. وبعد كده عندي الشفط هبدا اعمل له ميت مع القطر ده، الاثنين يكونوا على نفس المستوى بتاعهم، وهبدأ ادخل الشفط من السطح ده لحد السطح اللي عندنا ده وابدأ اعمل علامة صح، وابدأ اخد بقى الكلام ده كله واروح فين، هبدأ احط الشفط ده في التوب اللي هو عبارة عن الـ16، يبقى اقول له القطر بتاع 16 مع التوب بتاع الـ16. بقى كلهم هنا على نفس التوب بتاعي، بس ناقص بس ان انا ابدا اثبت الكلام ده ان هيبدا يوصل لغايه فين. هبدا اقول له والله ان عندي الكلام ده من السطح ده لحد السطح ده، اعمل ميت ما بين الاثنين وابدا اعمل علامه صح. بعد كده هبدا احط الورده بتاعتنا، احنا ما رسمناش ورده، نبدا نروح نرسم ورده عندنا، نقدر نرسم ورده على السريع لو احنا عملنا نيو. ابدا اختار مستوى، وهبدا اعمل القطر الخارجي والقطر الداخلي، الوردة عندي القطر الخارجي بتاعها 45 والقطر الداخلي عبارة عن 17 والسمك بتاعها عبارة عن 6، يبقى 45. وبعد كده هبدأ اعمل له امر بتاع اكسترود بالمسافة بتاعته اللي هي عبارة عن 6 مللي. ابدا اخش على التجميع وابدا اعمل انسيرت للكومبوننت بتاعه الورده كانت اسمها بارت 6،
وهبدأ أعمل علاقة ما بين القطر بتاع الوردة، أعمل ميت وأعمل القطر الداخلي ماشي مع القطر بتاع الألوظ اللي كان المفروض هبقى عامل ألوظ في الجزء ده، وهبدأ أقول إن الوردة من السطح ده واصلة لغاية السطح بتاع البراكت، وأبدأ أعمل علامة صح. بعد كده هبدأ أجيب الصامولة بتاعتي، وهقول له على القطر الداخلي بتاعها ماشي مع القطر ده، وكان المفروض اعمل الكلام ده الوز. هتلاقي عندك هنا الصامولة بتاعتك حرة في الجزء ده، يبقى انت لازم تقول له ايه، لازم تقول له انا هربط الصامولة بتاعتي من الجزء ده او من السطح ده لحد الجزء ده. طبعا هو الصح اللي انت تبدأ تعمل ايه، تعمل الجزء بتاعك ده كله الوز، وتعمل الوز داخلي للصامولة. وبيبقى عندنا حاجة اسمها هنا في الميت حاجة اسمها ميكانيكال ميت، يعني تبدأ تعمل بقى الألوظ يبدأ يعمل الكلام ده باستخدام الميكانيكال ميت موجودة عندنا في الجزء اللي عندنا ده. لو احنا فتحناها هتلاقي عندنا حاجة اسمها سكرو، السكرو ده لو انت عندك صامولة او حاجتين معمول الألوظ تقدر تجمعهم باستخدام الكلام ده. خلصت الرسمة التجميع بتاعتي بشكل منظم جدا وبطريقة بسيطة، وابدا اسيب الرسمه اللي قدامي وهبدا اخش على الجزء بتاع ازاي هبدا اطلع اللوحه بتاعتي. هبدا افتح من النيو وهبدا اخش على المره دي على الدروينج، هبدا ارسم لوحه. احنا زي ما متعودين في الرسم التجميع بنبدأ نشتغل على لوحة A3، بيبدأ يفتح لك البرنامج الصفحة اللي قدامنا زي ما احنا اتعودنا في السكشن اللي فات. كل المطلوب منك اللي انت تبدأ تعرفه الرسمة التجميعية بتاعتك فين، تقدر تضغط على براوز او تقدر تضغط على الجزء بتاع اللوحة اللي قدامك او المسحيك المساق اللي قدامك. لو انت ضغطت على السهم ممكن يطلع لك الرسمه، ما طلعلكش تقدر تروح للبراوز وتروح تشوف الرسمه بتاعتك كانت فين وتبدا تعلم عليها وتبدا تطلع الرسمه اللي قدامك. هتلاقي عندك هنا مجموعه من المساقط تبدا تختار الشكل المناسب ليك، يعني هتبدا تختار شكل المسقط الرأسي. لو انت خدت ده المسقط الرأسي، لو انت بقى حركت لفوق او لتحت، لو حركت لفوق هيبدا يجيب لك ده المسقط الافقي، لو حركت لتحت هيبدا يجيب لك المسقط بس من تحت. فاحنا طبعا عندنا المسقط الافقي اللي هو من نص من فوق فيكون ده شكله، ولو حركت يمين يبدا يجيب لك المسقط بتاعك كأنك من الجزء بتاع اليمين. طب لو حركت شمال ده المسقط الجانبي لو انا بصيت له في الاتجاه ده. وعندي بعد كده الشكل بتاع المنظور، ادي شكل المنظور، وهبدا اشد الرسومات بتاعتي بطريقه بسيطه جدا وابدا احطها في الاماكن المناسبه لي. ادي شكل المسقط الجانبي يكون في المسقط ده او في المكان ده، وادي المنظور بيكون تحت المسقط الرأسي، والمنظور بيبدا يتحط في المكان المناسب لي. تقدر تختار شكل المنظور وتبدأ ممكن تحط له شكل المجسم بتاعه بالألوان لو انت حابب بكده. والحاجة اللي تانية ممكن تختار المساقط وتقدر تقول له انا عاوز المساقط دي بالخطوط الداش بتاعتها، يبقى انت مختار لك الخطوط الداش بتاعت الرسمة اللي قدامك. وكده ناقصك تبدأ تحط الأبعاد بتاعت الرسمة، ممكن تختار الأبعاد المناسبة ليك، تقدر تحط الأبعاد المناسبة اللي انت اخترتها.
وممكن تقدر تعمل قطاع عن طريق فيو لاي اوت، تقدر تختار تعمل سيكشن او تعمل قطاع للرسمه اللي عندك. ممكن تقدر تعمل قطاع راسي، تحدد الشكل بتاع الخط بتاع القطع وتقول انا عايز اعمل قطاع في الجزء اللي في المنتصف ده، تبدا تعمل علامه صح وتبدا تعمل علامه صح، تبدا تشد الرسمه اللي قدامك ويكون ده شكل القطاع بتاع الرسمه التجميعيه اللي قدامك. كده احنا خلصنا السكشن بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في سكاشن اخرى.